روبوتات لن تتخيل أفعالها، تساعدك في أمور حياتك. سنتعرف أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو على أقوى روبوتات واختراعات لتسهيل حياتك، ويأتي منها تامي. هو روبوت آلي يسمع ويعرف ويفهم ويستجيب لصوت المستخدم باستخدام التعرف التلقائي على الكلام ASR بتقنية الصوت البعيدة المجال ومعالجة اللغات الطبيعية NLP، وله محركات تحويل النص إلى كلام والكلام إلى نص TTS. وتعمل الشاشة الخاصة بتامي على تحسين تجربتك مع الصور والبصريات التي تتيح لك التحدث والاستماع والاطلاع على ما تريد من أجل تفاعل الإنسان الآلي في نهاية المطاف. وله أفضل محركات الذكاء الاصطناعي معا في الوقت الفعلي، ودائما به العديد من المميزات لخدمتك بشكل أفضل، وأيضا به خاصية التعرف على الوجوه والتعرف على الأشياء وبصمة الصوت وكشف الانفعال والمزيد. وله 4 ميكروفونات رقمية متعددة الاتجاهات وإلغاء صدى الصوت للحد من الضوضاء البيئية، وله ضبط كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل وضبط تلقائي للصور، وله نظام تشغيل فائق البساطة والذي يأتي ليساعده ليسمع ويتكلم ويرى ويفهمك ويتعلم دائما كيف يخدمك بشكل أفضل، وله أجهزة استشعار وتحليل البيانات في الوقت الفعلي وخاصية الأمان للملاحة المستقلة بالكامل. Agility Robotics، روبوت متحرك يساعدك على العناية بالمنزل وإبقائه في وضع آمن وحمايته من الكوارث، ويوفر لك حياة رفاهية بعيداً عن المشاكل والصعوبات. هذا الروبوت ذو قدمين للمشي وجري، وبه آلات بحث وتطوير، ولديه القدرة على إنقاذ حياة الأشخاص من خلال الاستكشاف المسبق عن الخطورة في الشوارع أو في مساحات غير معروفة من خلال منصة استشعار متحركة يمكن أن تذهب إلى حيث يذهب الناس. ويحتوي على خاصية استشعار قوية جداً تعمل عن بعد من خلال الحركة البشرية،
ومزود به خدمة توصيل الطرود إلى منزلك بطريقة سريعة. حيث يقوم بشراء العديد من الأشياء في المتاجر بأقل تكلفة أثناء التسوق في المتجر. وهذا الروبوت قادر على التعامل مع المناورات الديناميكية للغاية، وهو مخصص للسير بنجاح على سطح الأرض مهما كانت الصعوبات من الاختلافات الكبيرة في الطرق أو الضوضاء. ويعمل هذا الروبوت بمحرك كهربائي قوي لأطول وقت، ومساند للقدم لسيره بشكل طبيعي. ويعطي هذا الروبوت تعليمات للحالات الخطرة لإبعاد البشر عن طريق الأذى، ويساعد في إحداث فرق إيجابي في العالم وتحسين نوعية الحياة بالنسبة للجميع. روبوبو هو روبوت مبتكر مليء بالتقنيات التكنولوجية. أنشئ هذا الروبوت من قبل فريق من المطورين في إسبانيا يدعى روبوبو. يأتي الروبوت بتصميم فريد، حيث أنه مزود بعجلات أعلاها قاعدة ترسو بها وتضع عليها هاتفك. وتحتوي الهواتف الذكية المتصلة بهذا الروبوت على أحدث التقنيات من حيث المستشعرات وقدرات المعالج والاتصالات، بالإضافة إلى إمكانيات التنقل والاستشعار على مستوى منخفض، لكي يصبح روبوبو الأداة المثالية لبدء تعلم الروبوتات المستقلة وإلقاء نظرة على نوع المشاريع المدهشة التي يمكن تنفيذها. العنصر الرئيسي في روبوبو هو هاتفك الذكي، ويوفر الروبوت مع أجهزة الاستشعار عالية الجودة مثل الكاميرات والميكروفون والتسارع وشاشة اللمس، ولديه مشغلات قوية جداً للتفاعل مع المستخدم مثل سماعة أو شاشة LCD. ومن حيث الاتصالات، تم تجهيز الهواتف الذكية الحالية مع واي فاي وبلوتوث وجي 3 والمزيد. وبوصفه ميزة رئيسية، فإن المعالج قوي بما يكفي لإدارة كل هذه العناصر وتشغيل برامج معقدة على متنه. قاعدة جسم هذا الروبوت صممت القاعدة ليحتوي على محركين على العجلات لتحريك روبوبو بحرية في البيئة، وهما محركان إضافيان في حامل الهاتف الذكي لتحريك الرأس، ومجموعة من أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء حول جسمها لتجنب الاصطدامات، ومجموعة من أضواء LED لإظهار المعلومات بطريقة بسيطة. تشغل القاعدة ببطارية ليبو قابلة للشحن.